الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. زلنا في كتاب التوحيد، وفيه مع باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وذكرنا أن هذه الأبواب هي مسائل عملية، مسائل عملية فيما يتعلق بالأمور الشركية، وكان مسائل أو الأبواب الأولى فيها المسائل الكلية والقواعد الكلية، لكن هذه الأبواب تتكلم في المسائل العملية. وهذا الباب استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، ذكرنا فيه جملة من النصوص والأدلة وكلام السلف رحمهم الله، وكان آخر شيء تكلمنا فيه أو ذكرناه الكلام الشيخ صنع الله الحلبي. طبعا هو ذكر كلام شيخ سنة تيمية، كلام لابن القيم، كلام للحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله، وكلام الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي. قلنا فيه فائدة، أولا إن هذا الكلام الأمور الشركية أو الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى هي شرك بنصوص القرآن والسنة، لكن بعض الناس يظن أن هذا خاص بالحنابلة، فلذلك جاء بكلام رائع جدا جدا للشيخ صنع الله الحلبي رحمه الله تبارك وتعالى. وكان آخر فقرة ذكرها يقول: والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى، وعند دليل على انتشارها في زمن الشيخ، واعتقدها أهل الأهواء. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب، والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل. طبعا ده اللي بيدور على دليل، وإلا فأهل البدع والخرافات لا يبحثون عن الدليل. ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان. من قال قولا بلا برهان، الأصل في مسائل العبادات أنه لابد من دليل، ومن قال قولا بلا برهان بلا دليل بلا بينة فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان، المستمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكام. ده كان آخر شيء توقفنا فيه في الكتاب. يقول: قال في كتاب التوحيد: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهذه الآية والآيات التي قبل ذلك وهي كثيرة، والآيات التي بعد ذلك وهي أيضا كثيرة كما سيأتي اليوم إن شاء الله. سبحان الله، الإنسان لما يقعد يتأمل الآيات الواضحة البينة في عدم جواز دعاء غير الله، ولا الاستغاثة بغير الله، ولا طلب المدد، ولا تفريج الكربات من غير الله، والآيات الواضحة الصريحة التي لا تحتمل أن الله هو الذي بيده كشف الضر، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وهذه آيات واضحة صريحة لا تحتمل، فكيف يتركون هذا المحكم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ ويخرج علينا من يقول بلزوم التوجه إلى القبور وإلى الأضرحة وإلى الأولياء ودعائهم وسؤالهم من دون الله. نعوذ بالله من ذلك، فتنة عظيمة إنسان يترك نصوص الوحي. الله يقول في كتابه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إذن لا أحد ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، والنافع الضار سبحانه. ثم قال: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقع في الشرك. طب لماذا لا ينفع ولا يضر إلا الله؟ قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم. يقول: قال ابن عطية رحمه الله، وهنا أيضا فائدة تكلمنا عنها كثيرا ومرارا، في أن الكتاب كتاب فتح المجيد يعني كثيرا ما يذكر الآيات، ويذكر شروحها من كتب الشرح المعتمدة كتب التفسير. يعني هنا يقول قال ابن عطية، وثم قال بعد قال ابن جرير، وكثيرا ما يقول قال ابن كثير، وقال البغوي، وقال فلان. إذن فهو يذكر تفسير الآيات من الكتب المعتمدة، وإحنا عندنا إشكالية أصلا في التعامل مع القرآن، أن إحنا نقرأ القرآن بنهتم بالحروف والمباني دون الوقوف على المعاني، وهو المقصود الأعظم. فيقول قال ابن عطية رحمه الله: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو معطوف على أقم. قال: وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا، فأحرى أن يتحرز أن يحذر من ذلك غيره. يعني المقصود قوله ولا تدعو من دون الله، هذا الكلام كان لمن؟ لرسول الله. فإذا كان هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يدعو إلا الله، إذن فمن دونه أولى.
قال والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة، يعني الكلام خرج مخرج الخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام للأمة. قال ابن جرير رحمه الله في هذه الآية، يقول تعالى ذكره: ولا تدعو أي يا محمد من دون الله معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا. وفي الحقيقة هو بيضر في الدين، يعني دعاء غير الله يضر في الدين لأنه شرك، لكن المقصود أنه لن يجلب نفعا. يقول يعني بذلك الآلهة والأصنام، يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول أي من المشركين بالله الظالم لنفسه، نسأل الله العافية. قال قلت الشيخ الشارح رحمه الله، قال وهذه الآية لها نظائرها، يعني في القرآن، وده اللي بقول عليه ان الآيات دي معانيها موجودة في القرآن كثيرة جدا، فكيف يهملون هذه الآيات الكثيرة جدا في القرآن كأنه عين المحادة والمعاندة لله ورسوله. يقول كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. يقول ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، حطوا تحتها خط دي، سواء اللي بيدعوه سماه إله أو لم يسميه إله، يبقى كل مدعو من دون الله لما تقول مدد يا فلان أنت تدعوه من دون الله، سواء سميت ما تفعله عبادة أو لم تسميه عبادة، سواء سميت المدعو هذا إلها أو لم تسميه إلها. عشان كده الله جل قال ولا تدعو مع الله إلها آخر، إذن فكل مدعو هو إله. قال والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال لا إله إلا هو، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يبقى هو عز وجل المستحق للإلهية للعبودية وحده سبحانه وتعالى لأنه هو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل معبود مألوه من دون الله فهو باطل، وأن الله هو العلي الكبير، فلا يستحق أحد العبادة إلا هو سبحانه. قال وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين كل ما يدان الله به، يعني كل أنواع العبادات من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير رحمه الله في تفسيره بالدعاء، مخلصين له الدين يعني مخلصين له الدعاء، ولا شك أن الدعاء نوع من أنواع العبادة. قال هو فرد من أفراد العبادة، على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، المعنى ده تكرر معنى كثيرا قبل ذلك، إن من السلف من يفسر الآية ببعض معانيها مش كل معانيها. هل حد يذكر منكم شيئا من ذلك؟ لما فسرنا الطاغوت فعمر يقول الطاغوت الشيطان، وفلان يقول الطاغوت الكهان، وفلان يقول الطاغوت كعب بن الأسرة، فهو يفسر الآية ببعض معانيها، والطاغوت يشمل كل هؤلاء، وهذا منتشر في تفسير السلف. فقول ابن جرير في تفسيره أن الدين المقصود به الدعاء هو من تفسير العبادة ببعض أنواعه. قال فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك، بل هنقول حتى لو صرفها لنبي أو ولي أو لملك من الملائكة، فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومعلوم أنه ليس لأحد من هؤلاء برهان، برهان يعني حجة، يعني الآية دي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، مش معنى كده أن لو حد جاب برهان يبقى يستحق أن يعبد، لا، هو هذا من باب التعجيز، لأنه ليس أحد منهم يستحق العبادة لأنه لا حجة له. قال فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماهم الله عز وجل كافرين. قال فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. وقوله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، قال فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، اللي هي احنا اتكلمنا عليها قبل كده كثيرا، اللي هي معاني الربوبية،
الله له الخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والخفض والرفع وغيرها من معاني الربوبية، ولذلك لا يستحق العبادة إلا هو. قال: فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده والمعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع والضر وهو الله سبحانه، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره تعالى، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. الله المستعان. وقوله تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سبحان الله، الآيات أنا أقول في القرآن، لو إحنا بس هذا الباب جمعنا الآيات التي تتكلم عن انفراد الله عز وجل بالعبودية وعدم استحقاق صرف شيء منها لغير الله، لأنه المتصرف على الحقيقة، لأنه القادر على الحقيقة، لأنه النافع الضار على الحقيقة، هذه المعاني فقط تكفي لرد كل يعني باغ ومعاند. عشان كده الشيخ لما جيت تكلم، احنا تكلمنا على كلام الشيخ صنع الله الحنفي، قال ايه؟ قال من ضمن الكلام اللي قاله يعني بيقول: والبصير النبيل يدرك الحق من اول دليل، يعني مجرد ما ياتيه الادله، ده اللي عايز يندو، اللي هو بيبحث عن الدليل لكي يندو به. يعني مثلا علي جمعه لما واحد ساله كذا قال له ايه دليل، احنا ما عندناش حاجه اسمها دليل، احنا عندنا الموضوع ده تجربه وذوق، وبعدين بيتريق على يقول لك الدليل، ما الدليل؟ كان ايه الدليل ده؟ هو الحجه التي امر الله عز وجل باتباعها، ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. والله المستعان. فالآية دي مثلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. ما تدعون من دون الله يشمل أي مدعو، سواء كان حجر أو شجر أو صنم أو قبر أو ولي أو نبي أو ملك، أيا كان. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية، ونصب الأدلة على ذلك، يعني جاءت الأدلة في القرآن واضحة جلية في ذلك. قال: فاعتقد عباد القبور والمشاهد، عباد البدوي السيدة والحسين والدسوئي، فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله تعالى. يعني القرآن يقول لا تدعوا من دون الله، وأقول لك هندعوا من دون الله. واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع. وليكم تشوفوا بعض الفيديوهات المنشورة على النت اللي فيها ذهاب هؤلاء ذهاب هؤلاء الناس لهذه القبور ودعاؤها والتضرع عندها وسؤالها من دون الله، كشف الكروبات وتفريج الكروبات وجلب المنافع. يقول: والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى. واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. في ربوبيته يعني بيقول أنهم بينفعوا ويضروا، وفي إلهيته يعني في أنهم يدعونهم من دون الله عز وجل. وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، لهم المشركين بتوع الجاهلية. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركين اللي هم بيذهبوا للقبور والأولية، فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات سبحانه وتعالى عما يشركون. المعنى ده موجود كتير في الكتاب، اللي هو الكلام على إن الذين يذهبون للأضرحة والأولية عندهم من الشرك ما لم يكن عند المشركين الذين في الجاهلية. المعنى ده في جزء حق وفي جزء محتاج ضبط، والمعنى ده بنشير إليه عشان يبقى واضح. طيب، المشركين اللي كانوا في الجاهلية كانوا بيقروا على أنفسهم أنهم مشركين. طب الذين يذهبون للقبور والأولياء والأضرحة بيقر على نفسهم أنهم مشركين ولا بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟
ده فرق أساسي جوهري في المسألة دي. نحن نفرق بين المشرك الخالص وبين المؤمن أو المسلم العاصي. يعني من كان أصله الإسلام ده يعامل بطريقة، ومن كان أصله الكفر يعامل بطريقة. فالذين يذهبون للأضرحة حتى وإن كان عندهم من الشركيات الكثيرة، إلا أننا لا نكفر أحدا إلا بعد قيام الحجة، ودي أصل هنا. طب الثاني الأصل الشيء المشرك الأصلي هو كده كده إيه؟ مشرك. ده فرق مهم جدا. فحتى لو كان المسلم اللي بيذهب للأضرحة بيفعل شركيات أعظم مما يفعله هؤلاء عند الأصنام اللي كانوا بيعبدوها من دون الله، إلا أننا لا نكفره إلا بعد قيام الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. طيب كيف يكون هؤلاء شركهم أعظم من شرك أولئك الذين كانوا في الجاهلية؟ لأن في الجاهلية كان إذا ضاقت بهم الأمور كانوا يذهبون إلى الأصنام ولا يذهبون إلى الله؟ إلى الله. والله جل ذكر عنهم ذلك: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله ولا دعوا اللات والعزة؟ دعوا الله مخلصين له الدين. يبقى إذن هم يعلمون أنه لن ينجيهم إلا الله، وذا قال الله عز وجل: إقامة للحجة عليهم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ الآية دي أصلا للمشركين مش للمسلمين. الآية دي أصلا للمين؟ للمشركين. ربنا عز وجل بيقول لهم: أنتم لا يجيبكم في حال الاضطرار إلا الله، أإله مع الله فكيف تعبدون غيره؟ يبقى ده المقصود هنا. طب الذين في أزمنتنا إذا ضاقت بهم الدنيا ذهبوا إلى القبور وزادوا تضرعا، ولكم إن كما ذكرت لكم تنظروا في المقاطع والفيديوهات اللي بتنشر كيف التضرع عند الأولياء وعند الأضرحاء وعند الأضرحة وعند القبور وعند المشاهد، تضرع كامل. بل هم عندهم يعني بعض النصوص التي يزعمون أنها أحاديث وهو كلام كذب على الله ورسوله، يقولوا إذا أعيتكم الأمور فعليكم بالقبور. ويقول البصيري في البردة: يا من ليس لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. يعني ليس لي أحد ألوذ به إلا أنت، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجاهلية كانوا يلجؤون إلى الله وحده إذا ضاقت بهم الأمور. والمقصود إن فرق بين هؤلاء وبين هؤلاء، فرق بين هؤلاء وبين هؤلاء، دي مسألة مهمة لابد من التفرقة بينها. وإن كان هؤلاء عندهم من الشركيات الكثير اللي هم الذين يذهبون للقبور والأولياء والأضرحة، إلا أن أصل هؤلاء الإسلام أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني ثبت له الإسلام بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. أما المشركين الذين كانوا في الجاهلية فهؤلاء أصلا مشركين أصليين، وبالتالي فلا حاجة لنا إلى البحث عن إثبات يعني شركهم أو إسلامهم. قوله عز وجل: هو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه، يعني آخر الآية. قال عز وجل: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يعني الله غفور لمن تاب، سبحان الله، يشرك بالله فيتوب فيقبل الله عز وجل منه. قال في كتاب التوحيد وقوله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. برضو بنفس الطريق: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، كل من هو معبود من دون الله هذا وثن. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لأن الذي يملك الرزق على الحقيقة رب العزة جل وعلا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يبقى الله عز وجل هو الذي يرزق وهم يعبدون غيره، نعوذ بالله من ذلك. قال في الشرح: يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. يبقى الله عز وجل هو الذي يملك وحده لا أحد معه. يقول وقوله: واعبدوه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، من عطف العام على الخاص. يعني فابتغوا عند الله الرزق، مش ده نوع من أنواع العبادة؟ إن احنا نطلب من الله، مش ده دعاء؟ الدعاء نوع من أنواع العبادة. وبعد كده قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يبقى العبادة عام وابتغوا عند الله الرزق ده أمر خاص، يبقى هذا من عطف العام على الخاص. فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر الله عز وجل بها. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسير قوله عز وجل يعني في هذه الآية، قال قوله فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك.
قوله واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له أي على ما أنعم عليكم إليه ترجعون، أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله سبحانه. قال في كتاب التوحيد وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآية دي آية عجيبة برضو بنفس المعنى، عشان كده أقول لكم الباب ده من أكثر الأبواب اللي فيه آيات سواء في أصل الكتاب أو في الشرح بتتكلم على عدم استحقاق شيء من هذه المعبودات العبادة، ولا يستحقها إلا الإله الحق ورب العزة جل وعلا. قال في الشرح نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، لا يوجد إنسان أضل من هذا لأنه فعل الشرك والعياذ بالله، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. قال والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، مرت معنا آية الإسراء، لا يملكون كشف الضر يعني بعد نزوله، ولا تحويله يعني ولا تحويل أي بعد أي قبل نزوله، ففعلا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون لأنفسهم فلا يملكون لغيرهم من باب أولى. قال في هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه، يعني هذا المدعو من دون الله لا يستجيب، لا ده مش كده بس، ده هو غافل عن داعيه. قال عز وجل وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني حتى إحنا ما عندناش خلاف أن الأنبياء والصالحين والملائكة يوم القيامة يتبرؤون ممن دعاهم من دون الله، وده واضح في آخر سورة المائدة لما قال الله عز وجل لعيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فعيسى عليه السلام تبرأ وكذلك يتبرأ يوم القيامة. طيب أقول لكم ما هو أكثر من ذلك، الشيطان يتبرأ من عابديه يوم القيامة، إنه ليس له سلطان عليهم إلا أن دعاهم فاستجابوا له، فلا كما قال الله عز وجل في سورة إبراهيم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين. يعني حتى الشيطان بيتبرأ منه، فلا يوجد إنسان لا يوجد شيء يوم القيامة إلا يتبرأ من داعيه. فيقول هنا فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء. احنا قلنا سواء كان الإله ده في الدنيا صالح زي اللي بيدعو الأنبياء من دون الله أو بعض الصالحين من دون الله أو الملائكة أو حتى كانوا بيدعوا بعض الجن وهؤلاء الجن أسلموا، المهم أن هو المدعو ده نفسه كان مؤمنا، أو حتى لو كان المدعو كافر كمن كفرعون قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غير، فرعون يوم القيامة يتبرأ ممن دعوه من دون الله. فيقول هنا كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين، يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا تبرأنا إليك منهم يا ربنا، كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. طبعا هيقولوا إيه، لا مش إحنا هم اللي ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله قال من الملائكة والإنس والجن، وساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة، والصحيح أن الآية تشمل كل معبود من دون الله. ثم قال رحمه الله يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون. ثم قالوا إيه، قالوا تبرأنا إليك، يبقى هم كأنهم ينزهون الله عز وجل أن يكون له شريك. طيب هم بيقول هنا بيقول قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله، هو المشركون كانوا بيعبدوا الملائكة؟ من يجيب؟
احنا مش خدنا ان اللات والعزى ومناه هذه كانت اسماء ل يعني اسماء مؤنثه اشتقوها من الله من اسماء الله عز وجل زعما منهم ان هذه الملائكه هي بنات الله. خدنا الكلام وخدنا قلنا مناه من المنان والعزى من العزيز واللات من الله على قول من اقوال اهل التفسير، وذكرنا ان عشان كده الايات بتنكر عليهم ذلك، ألكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزى ان هي الا اسماء سميتموها. فمهم جدا ان احنا واحنا بنقرا او بنذاكر بنجمع الابواب كلها على بعضها عشان نفهم المعنى المقصود. فهو قوله هنا قالت الملائكه الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله، وعيسى لان يعني عيسى كان يدعى من دون الله كما دعاه النصارى، تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. سبحان الله، نواليهم أنت ولينا من دونهم، الله ولي الذين آمنوا. الملائكة والأنبياء وعزير والصالحين الذين كانوا يعبدون من دون الله كلهم يتبرأوا من هؤلاء المعبودين ويلجؤون إلى الله ويقولون أنهم لم يكن لهم ولي إلا الله سبحانه وتعالى ولم يأمروا بذلك. قال قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب، كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هي الغشاء الرقيق الذي يكون على نواة التمر. يعني هؤلاء سبحان الله ده تحقيرا من شأنهم، ما يملكون من قطمير، مش يملكوا القطمير، لا ما يملكون. ثم قال جل في علاه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني أصلا هم لا يملكون ولن يستجيبوا، طب أنتم تدعونهم من دون الله ليه؟ نسأل الله العافية. وقال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وقال جل في علاه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. الناس كده سبحان الله يعني يدعون الله مخلصين له الدين عند الاضطرار، فلما ينجيهم إذا بهم يشركون والعياذ بالله. وقال جل في علاه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يا رب، وبعدين أول ما ربنا ينجيه يعصي الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يقول وفي حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي آخر من لم يسأل الله يغضب عليه. يعني كل هذه النصوص تدل على أن العبادة لله، العبادة لله عز وجل وحده، ومن أعظم العبادات الدعاء، لأن الدعاء فيه تمام الفقر لله سبحانه وتعالى. قال وحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، حديث حسن رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، هذا حديث موضوع يعني حديث باطل لا يصح، رواه الحاكم وصححه. وقوله سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع، هذا حديث ضعيف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العبادة الدعاء، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا حسن ابن عباس وهو على معنى القرآن لا إشكال فيه. قال رواه ابن المنذر والحاكم والصحاح وحديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، هذا حديث صحيح رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. وحديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا حديث أيضا صحيح وفيه ذكر اسم الله عز وجل الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جل كلامه هو دعاء لله سبحانه وتعالى، طلب من الله عز وجل، لأنه من تمام العبودية. عشان كده نجد لا يوجد عبادة تخلو من دعاء. يقول وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى في الدعاء.
الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفها. يقول لك لا احنا واحنا بندعوهم ده مش عبادة. طب ربنا نهاك عن كده وربنا سمى هذا الأمر عبادة وهو في اللغة بمعنى العبادة. ده تكذيب للشرع وتكذيب للغة وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما الآخر، فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى. يعني مسألة احنا تكلمنا عليها بكده، قلنا أن الدعاء بينقسم لدعاء مسألة ودعاء ثناء. دعاء ثناء يعني ما فيهوش طلب في حد نفسه، يعني لما قال مثلا وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لو أنا سألتكم أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إيه الطلب اللي هنا؟ هو مفيش طلب، طلبش حاجة، مع أن ده دعاء صح؟ ده اسمه دعاء ثناء. فدعاء الثناء لا يلزم أن يكون يشمل طلب، لكنه المقصود منه الأساسي هو طلب. المقصود منه الأساسي هو طلب. هو طلب إيه؟ طلب من الله النجاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من دعا يعني دعاء ذي النون فرج الله عز وجل كربته. يقول فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من الدعاء من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وإحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء طلب. وبين السجدتين رب اغفر لي ورب اغفر لي، طبعا الفاتحة تصح الصلاة إلا بها، أما غير ذلك فالأمر فيه سعة. يقول وفي التشهد، إحنا في التشهد جلها هو دعاء طلب. يعني وإحنا نقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذا دعاء طلب. يقول وذلك عبادة كالركوع والسجود، فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. اللي هم بيقولوا ايه؟ اللي هم بيقولوا ان الدعاء ليس المقصود منه العبادة، لا ده الدعاء ده هو اساس العبادة، عشان كده ذكر نصوص كثيرة قبل كده اللي تبين ان الدعاء هو العبادة. بل الآية بتقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دعائي ولا ان الذين يستكبرون عن عبادتي عن عبادتي. ف الدعاء هو عبادة لله، وكما قال النبي الدعاء هو العبادة. يقول ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله في معنى قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قال وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، مرة يقول يا الله ومرة يقول يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وإحنا عندنا الآية الأخرى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى. قال وهذا من لوازم المعنى في الآية وليس هو عين المراد، لأن معنى كلمة ادعو يعني اطلبوا. يقول وليس هو المراد بل الدعاء المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء، أن أنت تسأل الله سبحانه وتعالى. ثم قال إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه قال الحسن بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا. طبعا كلام الحسن يعني المعنى صحيح، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان لما بيدعو سرا هذا مناجاه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، والله يعلم السر وأخفى، الله عز وجل مطلع على قلوب العباد، بخلاف من يدعو جهرا فهذا فيه نوع من أنواع يعني قد يعرض نفسه للرياء. يقول ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، ثم قال أبو بكر رضي الله عنه قد أسمعت من أنادي، يعني هو يكلم ربه وقد أسمع ربه. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، قال يتناول نوعي الدعاء
وبكل منهما فسرت الآية. وإذا سألك عبادي عندي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعوة الداعي اللي هو دعاء المسألة ودعاء الثناء. وإحنا أشرنا قبل ذلك أيضا أن أي دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أنه غالبا يتضمن كلا النوعين. يعني مثلا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ماشي. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ماشي. وقوله ربنا في أول الدعاء ده دعاء ثناء، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ده دعاء طلب، ماشي. اللهم إنك عفو تحب العفو ده دعاء ثناء، فاعف عني يبقى ده دعاء طلب. أغلب الأدعية هنجد منها من هذا النوع، وإن كان بعضها قد يكون دعاء ثناء فقط وبعضها قد يكون دعاء طلب فقط. يقول يتناول نوعي الدعاء بكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني وقيل أثيبه إذا عبدني. قال وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. يعني إيه؟ يعني هل المقصود بالدعاء دعاء المسألة اللي هو الطلب فقط، ودعاء الثناء ده بيدخل في الآية مجازا؟ لا، الصحيح أن كلا النوعين يدخل في الكلمة، فكلاهما يعني بيسموه اللفظ المشترك اللي يشمل كلا النوعين. فيقول هنا وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. الحقيقة اللي هو الظاهر، ظاهر الكلام، والمجاز اللي هو المعنى الخفي. لا، الصحيح أن المعنيين كلاهما ظاهر. قال بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا، وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط. الكلام ده كلام يعني ممكن يبقى تقيل في الفهم، معلش، اللي هو الكلام اللي قاله ده، بس هو عايز يربط ما بين ايه؟ ان لما نيجي نقول الدعاء، كلمة دعاء تشمل كلا النوعين، الثناء والايه؟ والطلب. الثناء اللي هو بسموه دعاء الثناء، ودعاء الطلب اللي هو دعاء المسألة. كلا النوعين، والاثنين زي بعض في الظهور، الاثنين المفترض الكلمة تشمل كلا الأمرين. وبقى بيقيس هذا الكلام على كلمة الصلاة. إن كلمة الصلاة سميت الصلاة صلاة، لماذا؟ لأن أصل معناها الدعاء. فبيقول كده وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية؟ يعني الآن أي كلمة لها حقيقة، بيسموه ظاهر ومعنى مؤول، معنى غير ظاهر. فكلمة الصلاة لو إحنا أطلقناها دلوقتي، هل نفهم منها الدعاء ولا نفهم منها الصلاة التي هي الركوع والسجود؟ يبقى نفهم منها الصلاة التي هي الركوع والسجود. يبقى ده إيه؟ ده بيسموه نقل للكلمة. كانت قبل الإسلام كانت كلمة الصلاة تشمل الإيه؟ المعنى اللي هو الدعاء. عشان كده تلاقي النصارى مثلا في الكتب بتاعتهم يقول لك يلا نصلي، ما نفهمش منهم ان هم ايه، هيقفوا يركعوا ويسجدوا، لا، نصلي دي يعني ندعي. فيبقى كان قبل ذلك كلمه الصلاه معناها الدعاء، لما جاء الاسلام نقل كلمه الصلاه الى معنى اخر ايه، شرعي، وهو الصلاه المعروفه بالركوع والسجود وكذا. كذلك مثلا كلمه الزكاه لها معنى لغوي، معنى اللغوي اللي هو النماء، ماشي. فلما جاء الإسلام نقل كلمة الزكاة إلى الإيه؟ إلى الزكاة المعروفة التي هي إخراج أموال محددة من أموال محددة إلى فئة محددة. يبقى ده بيسموه نقل للكلمة من معنى شرعي، من معنى لغوي للمعنى الإيه؟ الشرعي. بيسموه الحقيقة اللغوية للحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية. يقول أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينه وبين المسمى اللغوي. يعني هل كلمة الصلاة هي حقيقة، ولا هل كلمة الصلاة هنا تعتبر مجاز والحقيقة تعتبر الكلمة على المعنى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط؟ ده خلاف في المسمى ليه سميت كده. خلاصة الكلام ده إن هي، أو عايز أقول، يفرق بين المسمى اللغوي والمسمى الإيه؟ الشرعي، المسمى الشرعي. فهنيجي نقول طب كلمة الدعاء هي حقيقة في الاثنين مع بعض، هي حقيقة في الاثنين مع بعض، اللي هو الطلب والثناء. يقول وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي في من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء، وإما دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع. انتهى ملخصا من البدائع، بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. اللهم استعان، والله أعلى وأعلم.